لا خوف بعد اليوم من تراكم أقنعة الوجه ومعدات الوقاية الشخصية من الوباء، آلات حديثة لتدويرها بعد أن تركت مخلفات الفيروس مشكلة عصية. لقد عرفنا دائما أنه يمكن تدوير أقنعة الوجه، ولكن لم تكن هناك حاجة أبدا في ذلك الوقت. من الواضح أن استمرار الوباء جعل ذلك أولوية ليصبح نوع التكنولوجيا التي لدينا أكثر أهمية. 5 مستشفيات في المملكة المتحدة تركب آلات أشبه بالأفران من شركة مقرها في كارديف، تقوم بإذابة أقنعة الوجه والعناصر المصنوعة من مادة البوليبروبلين، وتفصل الشوائب لصنع كتل بلاستيكية يعاد تدويرها في أشكال جديدة. يمكن أن تصنع الكراسي المدرسية وصناديق الأدوات ودلاء البناء، أي شيء تقريبا، لأنها تختلط بالعناصر المختلفة، جميعها قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. استخدام الأقنعة والقفازات ركن رئيس في مكافحة العدوى من الوباء، لكنها تفاقم مشكلة النفايات، ومثل هذه الآلات حل عملي لتجنب تبعات كورونا.